بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنعمل revision على الـ most common themes في الـ bone soft tissue cases مع الـ neoplastic lesions بتاعتهم. We will have an overview on the common themes of the cases or the case scenarios of bone joint diseases and the neoplasia. The first case, a 50-year-old man is involved in a motorcycle accident. He has a comminuted fracture of both bones in his right forearm. A year later, there is pain with movement with a skin sinus discharging pus. ده هو الستام او الكيس سيناريو زي ما قلنا. الثيم بتاعنا هنا theme of inflammation, inflammatory condition بعد ما following a comminuted fracture, يعني العظم كان متفتفت بعد الحادثة, وده بيبقى من ضمن الليجنز اللي بيكون فيها بعض الصعوبة في الهيلينج, وبالتالي ممكن يحصل direct infection. زي ما احنا عارفين واخدنا الاوستيوميلايتس بيبقى mostly hematogenous spread, او ممكن يجي direct spread سواء endogenous او exogenous. exogenous ممكن يكون بسبب trauma, ممكن كمان يكون بسبب post surgical, او ممكن يكون بسبب nearby infected focus. بالنسبة للهيماتوجينس مش دايما بيكون عارفين السبب بتاعه ايه بالذات في الأطفال, لكن ممكن يكون في septic focus عند البيرسون ده, أو يكون في predisposing condition. في الأطفال احنا it's not well understood ايه السبب اللي ممكن يعمل هيماتوجينس osteomyelitis in children, لكن اللي عارفينه هو البروسيس بتمشي ازاي, الستبس اللي احنا اخدناها في المحاضرات, واللي عارفينه كمان ان 80% of cases of osteomyelitis بيكون بسبب staph aureus. بعد كده في other less common organisms زي الاي كولاي والسالمونيلا في البيرسونز اللي عندهم سيكل سيل انيميا. ده كيس theme بتاع trauma, post-traumatic bone infection. عرفت ان عندي bone infection بالرغم ان ما قلليش عندي swelling ولا حرارة ولا الحاجات بتاعت cardinal signs of inflammation, بس قال لي عندي skin sinus discharging pus, وده بيقول لي ان انا عندي chronic inflammatory condition. Which of the following is the most likely diagnosis? ده اللي بسميه الليد ان او السؤال بتاعي. لو احنا الاسئله بتاعتنا في الامتحان theoretical بتيجي الكيس من غير صور, لو انا practical ممكن يكون معايا الصوره بتاعه الكيس. يبقى عندي الكيس سيناريو او الستام, بحاول اعرف الثيم بتاعي ايه, انا تحت انهي مظله, تحت انهي امبريلا في ال التوبكس اللي احنا اخدناها. بعد كده بيبقى عندي السؤال اللي اسمه lead in. الاوبشنز اللي هختار منها diabetes mellitus, hyperparathyroidism, osteomyelitis, osteoporosis, poor alignment. زي ما اتفقنا ده اسمه single best answer question, بمعنى ان مش شرط ان يكون اجابة صح والباقي غلط, وارد يكون كل الاجابات مش غلط, بس احنا بنختار الـ single best answer, بختار الإجابة الأقرب للصواب. الإجابات عندي في single best answer question بتكون spectrum from the most likely to the least likely, وأنا بختار الـ most likely لأن في clinical practice أنا ما عنديش صح وغلط وأبيض وأسود, أنا عندي differential diagnosis ولازم أعرف أفرق وأعمل reasoning ما بين الـ different options. ده واحد عنده 50 سنة, قد يكون عنده diabetes mellitus وهو اللي كان predisposing factor لأن ما يحصلش healing للcomminuted fracture وإن يحصل infection.
لكن this is not the single best answer. ممكن يكون عنده diabetes لكن مش هو ده الإجابة الأفضل. Hyperparathyroidism, hyperparathyroidism حتى لو موجودة هتعمل لي يا إما lesion زي الأوستيوبينيا يا إما هيعمل لي حاجة زي البراون تيومر زي ما أخدنا، لكن برضو مش هيعمل لي sinus, skin sinus discharging pus. Osteomyelitis أنا عندي دلوقتي comminuted fracture، ممكن يكون ده ال exogenous spread of infection، وعندي الليجن بقى discharging pus، وبالتالي ده هيكون pyogenic osteomyelitis in its chronic form. osteoporosis وارد يكون 50 سنة، وارد احتمال يكون عنده osteoporosis، لكن it's not the single best answer. Poor alignment وارد ان هو عنده comminuted fracture يكون عنده poor alignment، but again it's not the single best answer. أفضل إجابة وأقرب إجابة للصواب هي الأوستيوميلايتس عشان أنا عندي bone infection discharging pus into the skin. فأقرب إجابة أوستيوميلايتس. ما أقدرش أستبعد تماما الديابيتس ميليتس ولا الأوستيوبوروزس ولا البور ألاينمنت، اللي مستبعدة شوية الهايبرباراثيرويدس، لكن they are not the best answers. وبالتالي دول بسميهم الديستراكتورز، والأوبشن بتاعي اللي بقى كي أو اللي هو الصح الأوستيوميلايتس، ودي الصورة الميكروسكوبيك بتاعته. بيبقى عندي البوني فراجمنتس ديفيتالايزد وحواليها السبتيك انفلاماتوري رياكشن ميكسد انفلاماتوري رياكشن، وممكن ألاقي البكتيريال كولونز زي ما احنا شايفين في الصورة بتاعة الهيستوباثولوجي of the curated lesion. بيكحطوا الليجن ده ويفرغ الباس بتاعه، لأن لو عمل باس الانتيبيوتكس مش هتكون مؤثرة غير لو نظف الباس ده. السكند كيس بتاعتي a 45 year old woman presented by sudden kyphosis and paraplegia. MRI on the vertebra revealed bone destruction that extends to the intervertebral discs. Biopsy taken from the lytic lesion shows granulomatous reaction. Again, D case بتاعت الثيم في البون، عندها كايفوزس وباراپليجيا، وزي ما اتفقنا ان انا في الكيسز اللي بيبقى عندي destruction of the vertebral column ممكن يكون عندي metastasis، لكن اتفقنا ان البون metastasis does not infiltrate the intervertebral disc، لكن التي بي بيعمل destruction للvertebral body زائد الintervertebral disc، وده بيكون الحاجة اللي ممكن تفرق لي في الMRI ما بين البون TB والبون metastasis. لما أخذنا biopsy ادتنا granulomatous reaction، واتفقنا ان الصورة دي الصورة بتاعة LTB osteomyelitis of the vertebra، وليها اسم معين اسمه Pott's disease، وممكن تكون البرزنتيشن acute kyphosis ان يحصل collapse للديسك وبالتالي يحصل اعوجاج في vertebral column. الصورة دي كمان فيها حاجة إضافية، فيها الكولد أبسس اللي هو عبارة عن الكازييتنج جرانيولوماز، حصل لها إكستنشن للإليوسوس ماسلز أو للماسلز of the back من الفرتبرال كولوم، وبالتالي ده تي بي أوستيوميلايتس أو تيبركلوس أوستيوميلايتس أو بوتس ديزيز عشان هو في الفرتبرال كولوم ومعاه cold abscess، وبنسميه cold abscess عشان البايروجينز مش موجودة، interleukin 6 اللي بتفرزه النيوتروفيلز اللي ماتت مش موجود، وبالتالي بسميه cold abscess، هو عبارة عن caseating granuloma. وبالتالي single best answer بتاعتي Pott's disease. ممكن نسأل السؤال بتاعه يكون ايه هو الكوزيتيف organism، يبقى TB. ممكن نسأل ايه الليجن اللي موجود، هيبقى المفروض granulomatous reaction
وعندي cold abscess. الكيس الثالثة بتاعتنا a 14-year-old male presents to the pediatric department complaining of a prolonged left leg pain and generalized malaise. The patient has a 3-year history of ankle pain. On physical examination, there is a skin sinus extruding pus. X-ray reveals a lower tibial lytic lesion. Sagittal MRI reveals an abscess breaching the cortex with soft tissue extension. هي دي القصة بتاعتنا اللي ساعات كتيرة بتحصل أو common presentation في الأوستيومايلايتس. إن أنا عندي ميل بيشتكي من chronic pain، ما فيش حاجة واضحة تقول لي إيه اللي عمل لي الهيماتوجينس spread of this lesion. بقاله 3 سنين، ممكن يعمل X-ray فما تظهرش الليجن قوي، لكن لما بعد 3 سنين عمل السيرجيكال MRI عمل بين ال ممكن يكون الاكس راي في احد الفيلمز بين ليتيك ليجن، وساعات ممكن ما يبانش. الام ار اي بين الابسس فورميشن اللي اخترق بريتش، يعني اخترق الكورتكس ويف سوفت تيشو اكستنشن. الليد ان بقى السؤال بتاعنا which of the following is the most likely diagnosis. ايه هو الليجن او الدايجنوزيس بتاعنا؟ سيليولايتس. الحقيقه ان هو عنده soft tissue inflammation وكل حاجه، لكن it's not a primary case of cellulitis. osteoid osteoma it's a common presentation ان يعمل tibial او fibula lytic lesion. by default او by definition لازم يكون اقل من 2 سنتي، لكن ما بيعملش inflammatory condition ولا هيعمل لي soft tissue extension لو هو osteoid osteoma. osteoid osteoma هتعمل لي nocturnal pain relieved by aspirin and non-steroidal anti-inflammatory drugs. فهي one of the differentials بسبب المكان، بسبب البرزنتيشن بتاعت البين، لكن هي it's not the single best answer. لأن أنا عندي مع البين ده عندي ماليز، وعندي sinus وباس، وعندي abscess وsoft tissue extension. كل ده ما بيحصلش مع الاوستيويد اوستيوما. الاوستيويد اوستيوما it's very common انها تيجي في التيبيا او الفيبيولا ويبقى معاها lytic lesion، لكن مش هيكون معاها لا الباس ولا soft tissue component. osteosarcoma هي common في الايج ده، وهتعمل soft tissue lesion وهتعمل bony lytic lesion، لكن لا عندي Codman triangle ولا sunburst appearance ولا هي اللي عاملة tissue infiltration بالمنظر بتاع الاوستيوساركوما. وطبعا الهيستولوجي اللي عندنا او الصورة الهيستو بتاعتنا هي صورة بتاعت inflammatory condition. Pott's disease vertebral مبدئيا، وبالتالي هو ده least answer least common حاجة اللي أنا ممكن أختارها. less likely least likely يعني، لأن أولا Pott's disease ده presentation بتاعته بتبقى vertebral، بيبقى TB وال presentation بتاعته مش هتكون leg pain. حتى لو في leg pain المين pathology هيكون في vertebral column مش في leg. pyogenic osteomyelitis it's the single best answer عندنا. الهيستولوجي بيدعمها، الهيستوري بيدعمها، الابسس with skin sinus بيدعمها. pyogenic osteomyelitis في الchronic phase بتاعته. الكيس الرابع، a 14-year-old male presents to the pediatric department complaining of a prolonged left leg pain and generalized malaise. A patient has a 3
your history of ankle pain. On the physical examination, there is a skin sinus extruding pass. X-ray reveals a lower tibial lytic lesion. Sagittal MRI reveals an abscess breaching the cortex with soft tissue extension. دي نفس الكيس اللي فاتت بالزبط. Which of the following is the most likely causative organism? زي ما قلنا 80% staph aureus، 20% الباقيين ممكن يكونوا E. coli and other organisms، والسالمونيلا بتيجي للناس اللي عندها sickle cell disease. وبالتالي E. coli it's not the single best answer، وإن كانت one of the causative organisms but it's not the most common. The most common is the staph aureus. Mycobacterium tuberculosis it's a chronic condition. هيعمل TB osteomyelitis وفي ناس بتسميه تسوس العظم، لكن مش هيبقى موجود بقية الحاجة اللي تخليني أختاره مش موجودة. هو مش الموست كومن، كان علشان أشخصه محتاجة يا إما أن أنا عاملة PCR يثبتهولي، يا إما أن أنا أخدت تيشو بايوبسي ولقيت الجرانيولوماتس انفلاميشن. Streptococcus pyogenes again هي مش ال single best answer. Treponema pallidum اللي بتعمل السيفلس again it's not a very it's not a likely cause خصوصا في طفل عنده 14 سنة. التريبونيما sexually transmitted ولو جت في طفل صغير هتبقى حاجة congenital. الكيس الخامسة a 19-year-old football player presented with a 2-month history of a below knee painful swelling worsened by activity. On physical examination there is tenderness. On radiological examination there is a fissure with soft tissue swelling in a small peripheral area of periosteal bone formation. هنا أنا عندي لاعب كرة شاب صغير 19 سنة بقاله عنده pain below the knee وفي swelling، عندي pain وعندي swelling بيزيد مع الactivity. بالphysical examination في pain وtenderness. عمل radiology لقى fissure وsoft tissue swelling. fissure ده one of type of the fractures. في one type of the fractures is a fissure اللي هو بيبقى fissure معناه شرخ في العظم بدون ما يحصل displacement للبوني أندس اللي اتكسرت، وفي soft tissue swelling carry action للfracture اللي حصل ده، وفي a small area of periosteal bone formation. احنا اتفقنا ان اي bony lesion سواء tumor أو osteomyelitis أو fracture بيحصل عندي periosteal reaction اللي احنا أخدناها بالتفصيل مع التيومرز وهنعيدها تاني نراجعها مع بعض في نهاية الفيديو ده. What is the most likely diagnosis of such lesions؟ زي ما قلنا كده أنا في theme of trauma. Angiolipoma. Angiolipoma دي soft tissue tumor بيبقى painful. It's benign. مش هيبقى فيه bony component. Hemangioma ممكن تيجي في أي تشو في أي مكان في الجسم، لكن حتى لو هي هتعمل soft tissue swelling مش هيبقى فيها pain. Osteosarcoma هيبقى عندي lytic lesion مش fissure. Metastasis الحقيقة إن it's not the age of metastasis، لكن في نفس الوقت برضو مش دي البرزنتيشن إن يكون في fissure، هيبقى lytic lesion. Stress fracture it's the single best answer بتاعتنا، عندي fissure ف it's a type of fractures. كيس رقم 6 an 80-year-old woman has had no major medical problems but she has never been physically active for most of her life. One day she falls out of bed
and immediately notes a sharp pain in her left hip. She is subsequently unable to ambulate without severe pain. Radiographs show not only a fracture of the left femoral head, but also a compressed fracture of T10. دي واحدة عندها 80 سنة يعني postmenopausal. ما عندهاش health problems قوي، ما إلا diabetes ولا hypertension ولا بتاخد كورتيزون صحيح. She has never been physically active for most of her life، لكن في نفس الوقت هي عندها sedentary life أو ست بيت، مش بتشتغل تتحرك أو بتلعب رياضة، فحركتها مش كتيرة. وإحنا اتفقنا أن ده one of the risk factors of the osteoporosis اللي إحنا شايفينه في الصورة. اتفقنا أن أنا بيحصل عندي osteopenia والsevere form بسميها osteoporosis، بيبقى عندي البون normal لكن البون lamellae thinned out، بمعنى أن الكومبوننت بتاع lamellae organic والinorganic normal، لكن المشكلة عندي في إنها thinned out، البون density نفسه أقل من الطبيعي. وبتبقى المشكلة في التشخيص الحالات دي إن اللابس بتاعتهم بتكون normal، الإكس-راي مش هتدي صورة إلا إذا كانت very advanced disease، الMRI مش بيساعد قوي، بيبين صور suggestive، التشخيص بتاعها بيبقى بالبون density، إن يتقاس البون density. الريسك فاكتورز بتاعتها اللي احنا كنا قلناها في المحاضرة بتاعت access دي مثلا، اللي هي الاختصار بتاع الكلمات بتاعت access. أنا عندي الايجينج والالكوهوليزم والكورتيكوستيرويدز والديكريزد اكتيفيتي، هي الريسك فاكتورز بتاعته. والفرق بينها وما بين الاوستيوماليشيا، الاوستيوماليشيا البون organic component is completely normal، لكن عشان نقص فيتامين دي بيكون ال mineralization of the bone هو اللي فيه الديفكت، وبالتالي بيحصل فيه ال weakening بتاع البون اللي هو الماليشيا. لكن الاوستيوبوروزيس البون density نفسها هي اللي قلت، لكن الكومبوننت الاورجانيك للانورجانيك ما تأثرتش. فده الفرق ما بين الاوستيوبوروزيس والاوستيوماليشيا. Which of the following conditions is she most likely to have؟ هي عندها زي ما قلنا 80 سنة، ما عندهاش physical activity، يبقى عندي aging وال sedentary life two risk factors عند ال female دي. One day she falls out of the bed، هي وقعت وأول presentation ليها كان الكسر. She is subsequently unable to ambulate، مش عارفة تتحرك without severe pain، لما بتيجي تتحرك بيبقى فيه severe pain بسبب الكسر اللي حصل عندها في الهيب. لما عملت الراديوغراف ما لقاهوش بس فراكتشر في اللفت فيمورال هيد، لكن كمان عندها فراكتشر في الفيرتيبرال كولومن عند T10. Which of the following conditions is she most likely to have vitamin D deficiency؟ لا، كان هيعمل لنا osteomalacia، البون density ما كانتش هتتأثر، لكن البون هيحصل فيه softening، هيبقى طري عشان ما فيهوش الكالسيوم، ما بقاش mobilized، فحصل خلل ما بين الorganic والinorganic components. Acute osteomyelitis، ما عنديش حاجة بتقولي ان انا عندي infection في الثيم بتاعي. Osteogenesis imperfecta، هتبقى congenital disease، هيبقى presentation since birth، وممكن يكون incompatible with life، والانواع اللي compatible with life هيبقى since birth عندي fractures. Osteoporosis it's the organ it's the key بتاعنا او option of choice، علشان our single best answer. Metastatic breast disease is the most second option اللي لازم افكر فيه. والحقيقة واحنا بنعمل الراديوغرافي بنبقى عايزين نتأكد ان انا مش عندي pathological fracture بسبب metastatic breast carcinoma، لان انا الميتاستاتيك ديزيز
مع الايدج الكبير، خصوصا لو عندي fracture pathological fracture لازم to exclude metastasis، لان هي دي الريد فلاج بتاعتي او اكتر حاجه انا بخاف منها. لكن انا ما عنديش حاجه تقول لي تخليني اختار الاوبشن ده، لكن هو دايما موجود في الديفرنشال بتاعنا. الحقيقه ان السنجل بيست انسر اوستيوبوروزيس، لان هو ده اللي ماشي مع الايدج وماشي مع الكلينيكال بريزنتيشن وماشي مع الكلينيكال بريزنتيشن والراديولوجيكال بيكتشر بتاعتي. هنيجي على الكيس اللي بعد كده رقم 7. A 69-year-old man has noted increasing back pain and leg pain for 3 years. He has greater difficulty hearing on his left ear. On physical examination, he has decreased range of motion at the hips. Radiographs reveal bony sclerosis of the sacroiliac, lower vertebral, and upper tibial regions. His hats do not fit him anymore. He now has orthopnea and paddle edema. Laboratory studies shows a serum alkaline phosphatase of 264 milliliters per liter. Which of the following conditions is he most likely to have? وعندنا الصورة بتاعته بتاعت الفيس وصورة skull of this condition. نقراها واحدة واحدة. 69 year old man عنده increasing pain في ال back والleg، بقاله 3 سنين عندي حاجة بقالها chronic condition ومأثرة على ال hearing في left ear، يعني عندي حاجة بسميها autosclerosis، عندي العظم الصغير بتاع ال hearing اللي بينقل ال vibrations بتاعة الصوت في الأذن الوسطى، حصل في اوتوسكليروزس، العظم لزق في بعضه زي ما الفيس بتاعه بقى شكله اللي هو الليونين فيس اللي هو زي الوجه الاسد، المعالم بتاعت الوش بتبتدي تختفي بالبون سكليروزس اللي حاصل. الراديوجرافي بين ان مش بس السكال هي اللي اتأثرت وانه ما بقاش عارف يلبس الهات عشان عظم الجمجمة بتاعه كبر، لكن كمان الساكروإيلياك ولور فيرتبرال وأبر تيبيال ليجنز حصل فيهم بوني سكليروزس. اللي هيعمل لي بوني سكليروزس ده حاجة من اتنين، الباجيت ديزيز والأستيوبيتروزس. الحقيقة إن الأستيوبيتروزس كان هيديني الشكل بتاع الماربل بون، وكان هيبقى عندي تشوهات في الفيرتبرال كولمن وفي الحاجات الويت بيرنج، وده مش موصوف عندي. الباجيت ديزيز هيفسر لي حاجات تانية موجودة. هو عنده أورثوبنيا وبادل إديما. أورثوبنيا يعني نفسه بيتعب لما ينام فلات، ودي علامة من علامات الهارت فيلير. أورثو إنه يكون نايم، أبنيا مش عارف يتنفس لما بينام. الناس اللي عندها هارت فيلير بتبقى محتاجة إن هي تنام وهي قاعدة أو بتنام على مخدات عالية، دي علامة من علامات الهارت فيلير. وبادل إديما علامة من علامات الهارت فيلير. بادل يعني فوت، إديما دي معناها إن أنا عندي كونجستيف هارت فيلير. الناس اللي عندها باجيت ديزيز بسبب الفيزس اللي بتحصل، بيبقى الأول عندي أوستيوكلاستيك أكتيفيتي بيكسر البون، وبعدين أوستيوبلاست تبتدي تبني البون بشكل عشوائي ويبقى عندي سيمنت لاينز،
وبعدين الفيز الثالثة بيبقى الفيز الثانية ميكسد فيز، والفيز الثالثة بيبقى الاوستيوبلاستيك اكتيفيتي اللي هي بتكون اوفر بتاخد الابر هاند بسبب ان الاوستيوكلاست مش بتعمل الريموديلينج بالشكل السليم. وبالتالي بتبقى عندي 3 فيزز اللي بينتج عنها ان انا عندي البون يبقى فيه تشوهات، وان انا يبقى عندي سيمنت لاينز في الهيستولوجي بتاعي، وان انا عندي الفورامينا اللي طالع منها النيرفز تبتدي يحصل فيها ناروينج فيبتدي يحصل عنده بين. وكمان المرحلة بتاعت الميكسد فيز بيبقى معها vascular proliferation، وبالتالي الفيسل density اللي موجودة في المارو بتزيد، وده بيخلي الكاردياك اوتبوت عايز يغذي كمية vessels أعلى. وبالتالي ممكن one of the complications، حتى لو هي it's not very common يعني، لكن ممكن تكون one of the complications إن يحصل لهم heart failure. which of the following conditions is he عندي كمان الالكالين فوسفاتيز عالي elevated. الالكالين فوسفاتيز ده بيعلى مع تكسير العظم. صحيح هو عنده سكليروزس، بس زي ما قلت هو بيتم في 3 فيزز. وبالتالي في الفيز بتاع الاوستيو كلاستيك اكتيفيتي وهي بتكسر البون بيبقى عندي الالكالين فوسفاتيز بيعلى. ميتاستاتيك ادينوكارسينوما هتعلي الالكالين فوسفاتيز، لكن مش هتعمل لي سكليروتيك ليجن غير في حالات البروستاتيك ادينوكارسينوما هي اللي بتبقى سكليروتيك. كل انواع الكانسر بتبقى ليتيك ليجنز، بيحصل فيها ليتيك ليجنز مش سكليروسيس. ولو هي ميتاستاتيك بروستاتيك ادينوكارسينوما مش هتشوه الشكل ولا هتعمل سكليروسيس في السكالبون، وبالتالي هي موجودة one of the differentials، لكن هي it's not the single best answer لأنها لا هتفسر تشوه العظم بتاع السكال ولا هتشوه الشكل حتى السكليروزس اللي موجود حتى لو هي prostatic، وكمان مش هتفسر ال decreased hearing في ال left ear، ومش هتفسر ال heart failure. Paget disease of the bone is the single best answer. Renal failure with renal osteodystrophy الحقيقة لو أنا عندي renal failure ممكن تعمل لي نوع من secondary hyperparathyroidism، لكن it's not the case. Osteoporosis، osteoporosis مش هيعمل sclerosis، هيعمل decreased density. Vitamin D deficiency هيعمل لي osteomalacia. هي دي ال cement lines اللي قلت لكم عليها، ودي characteristic للباجيت ديزيز. وزي ما قلت لكم في العملي ممكن هيجي لكم الصوره مع الكيس. الكيس التامنا 75 year old man has complained of lower back for 8 years as part of a work up for a persistently elevated lymphocytosis. He has a right posterior iliac crest marrow biopsy performed. On microscopic examination, hematopoiesis is normal, but the bone spicules are thickened and irregular cement lines forming a mosaic appearance with both increased osteoblastic and osteoclastic activity. عايزين نشوف الثيم بتاع الكيس دي. الكيس دي شوية صعبة. احنا دلوقتي عنده 75 سنة، عنده lower back pain بقاله 8 سنين، يعني من وهو عنده 67 سنة. اتعمل work up لأن كان عنده lymphocytosis، فلما حد يبقى عنده lymphocytosis في السن ده بخاف من chronic lymphocytic leukemia، فبناخد مارو بايوبسي. فأخدوا المارو بايوبسي من مكان العظم تحت الجلد قريب، فأخد من الرايت بوستيريور إيلياك كراست، بيدخل بإبرة ياخد عينة بون مارو. وهو بيتفحص باثولوجي لقوا إن الهيماتوبويتك سيلز سليمة، وإن هو مش
عنده ليمفوما زي ما كانوا خايفين، لكن الدكتور بتاع الباثولوجي لاحظ حاجة، لقى ان البون سبيكيولز او البون ترافيكيولي يعني ثيكند وفيها irregular cement lines عاملة موزايك. ف ايه اللي ممكن يكون مسبب كده ويكون هيفسر لي اللور باك بين ده؟ ديمنشيا او الديزيز ده اللي هو ايه، فالديزيز ده اللي هو فيه increased osteoblastic و osteoclastic activity و mosaic appearance هو الباجيت، فممكن يكون associated مع ايه؟ هل الباجيت ديزيز بيبقى associated مع ديمنشيا؟ ديمنشيا يعني اللي هو بيسموه عته الشيخوخة، اللي هو loss of mental function، يحصل gradual loss لل mental functions والقدرات الذهنية للبني آدم. مايلو فايبروزس إن البون مارو يحصل في نوع من أنواع الفايبروزس، دي حاجة one of the chronic conditions اللي بتحصل في المارو، اللي هي بتبقى نوع من أنواع neoplastic transformations بدون الدخول فيها. myelofibrosis بالmyelodysplasias نوع من أنواع التغيرات اللي بتحصل في المارو اللي بتبقى شوية indolent يعني بطيئة أو مش حاجة acute. hepatic cirrhosis مش بيحصل مع الباجيت ديزيز. chronic renal failure مش بيحصل مع الباجيت ديزيز. congestive heart failure قلنا إن هو بيحصل مع Paget disease زي الكيس اللي فاتت اللي حصل له بدل إديمة وأرثوبنيا. Again هو ده اللي بيبقى عنده cement lines و increased osteoblastic و osteoclastic activities in the mixed phase. الكيس التاسع social worker social worker اللي هم العاملين في الخدمة الاجتماعية يعني refers a two-year-old child to the physician because of suspected child abuse with multiple bone fractures. On physical examination, the child has blue sclerae, diminished hearing in both ears, and mishapened teeth. There are no external contusions or lacerations of the skin. Radiographs of the child's extremities show recent healing along bone fracture, healing long bone fractures. Which of the following is the most likely diagnosis? بالراحة نشوف الكيس بالراحة كده. Social worker شك في إن في طفل بيتعرض لأبيوز، child abuse، لأن لقى multiple fractures. فوداه للدكتور عشان يتأكد إذا كانت الكيس دي case of child abuse. الدكتور من الـ external examination ما لقاش لا contusions ولا lacerations تفسر الـ bone fractures اللي عند الطفل ده، لأن مش معقول الطفل هيبقى عنده multiple fractures من غير ما يكون الجلد بتاعه تأثر لو هو traumatic. كمان الـ eye فيها blue sclerae. البلو سكليري دي علامة على ان type 1 collagen في deficiency، وبالتالي بيأثر على كل التيشوز اللي في الجسم اللي فيها type 1 اللي منها العظم ومنها السكليرا. كمان بيأثر على الأسنان، فبيبقى عندي malformed أو mishappened teeth. دي العلامات بتاعة collagen type 1 deficiency اللي هي بتبقى بسبب الاوستيوجينيسيس امبيرفكتا اللي بتتسبب congenital condition في type 1 collagen deficiency. في انواع منها بتبقى incompatible with life وبيحصل بسببها steel birth، وفي بعض الانواع بيبقى الطفل بيتولد وممكن يعيش وبس بيبقى مولود بمالتيبل فراكتشرز، ومع المالتيبل فراكتشرز والمال يونيون يبتدي يبقى عندي تشوهات في
في العظم بتاع الأطفال دول، والعظم ده بيسموه عظم زجاجي، فبيبقى فيه multiple fractures من غير ما يكون في تروما حقيقية اتعرض لها، بيتعرض للفراكتشر حتى لو هو ما تعرضش لستريس قوي يكسر العظم. Which of the following is the most likely diagnosis؟ هل هي تروما وده chicken baby syndrome؟ chicken baby syndrome اللي هو الطفل لما بيمسكوه يهزوه جامد او يشيلوا، اللي هو عندنا احنا بنعملها كتير ومش بنبقى معتبرينها child abuse، بس it's a child abuse لأنها ممكن تؤدي ل زي ما هناخد في CNS لهيمرجز في البرين وفي الرئة. هل هي osteogenesis imperfecta؟ قلنا عندي البلو سكليرا وعندي المالتيبل فراكتشرز. Achondroplasia، achondroplasia هيبقى عندي ال upper وال lower limbs short بالنسبة للسن، وال trunk is nearly normal. ريكتس، الريكتس حتى لو عمل فراكتشرز بيبقى معايا تشوهات في العظم اللي هي كاركترستيك للريكتس، ومش هيبقى عندي البلو سكليرا، ومش هيكون عندي تأثر في الـ في الهيرينج بتاع الطفل، وبالتالي it's not the single best answer في الريكتس. اوستيوبيتروزس، اوستيوبيتروزس كنت هلاقي عندي أكتر من الكسور حتى لو حصل كسر، فـ it's not very common إن هو يبقى multiple fractures بالمنظر ده. الحاجة التانية كنت هلاقي الماربل بون في الإكس رايز بتاعتي، ومش هلاقي عندي البلو سكلير. الأوستيوجينيسيس إمبرفكتا زي ما اتفقنا إن هو ممكن يكون incompatible with life في بعض الأنواع، ويبقى still birth زي الطفل ده، أو إن زي الطفل اللي فات ممكن يتولد ويعيش بس هيعيش بـ multiple fractures. الكيس رقم 10،21-year-old man is involved in a motorcycle accident. He incurs a fracture in his right tibia. A year later there is pain with ambulation. A radiography of his leg shows non-union of the mid-tibial shaft. Which of the following is the most likely risk of this complication؟ الحقيقة الكيس دي سهلة جدا. واحد اتعرض لحادثة، بعدها في fracture، وبعد سنة ما لسه البين الألم مستمر وفي non-union في الراديوغراف، وبالتالي ال which of the following is the most likely risk for this complication؟ hyperparathyroidism لا، هي related أكتر للرينال diseases إذا ما كانتش primary. osteosarcoma is not a complication of the fracture. osteosarcoma ممكن تكون rare complication لل Paget disease أو لل osteomyelitis rare، لكن it's not، ما فيش أي association ما بينها وما بين ال fractures. osteomyelitis ممكن يحصل osteomyelitis لو أنا عندي open fracture, comminuted fracture، أو إن أنا عندي surgical intervention وما عنديش حد قال لي إن في كده. osteoporosis في سن 21 سنة وميل صعب جدا. poor alignment هو ده المتوقع إن بسبب ال non-union اللي حصل إن يحصل poor alignment في الشخص ده. دي هي single best answer. اللي بعديها إن ممكن يحصل osteomyelitis in case إن هي كانت open fracture أو إن فيها surgical intervention. يبقى أقرب إجابة للصواب أو single best answer it's the bone poor alignment. A 5-year-old boy measures at the 5th percentile in height for age. عنده 5 سنين طفل، والأطفال بنعمل لهم حاجة شارت كده علشان تشوف النمو بتاعهم. الشارت دي بتتقارن بالإيج بتاعته، فلما بقول إن هو عند الـ 50th percentile، عند الـ 50 يعني، ده كده average. لو فوق الـ 50 هيبقى above average، تحت الـ 50
أقل من الأفريج. لما أكون في الخمسة معناها إن أنا أقل من 5% من الأطفال اللي في نفس السن، وبالتالي كده يبقى هو مقاساته أقل من الطبيعي أو المعتاد من معظم الأطفال اللي في السن ده. On physical examination, most of his decreased height is due to very short legs. لما تيجوا تبصوا على الأطفال دول أو عند الأشخاص اللي عندهم الـ disorder ده، بلاقي إن الترنك والهيد إلى حد كبير المقاسات بتاعتهم قريبة من الايج بتاع السن ده، لكن الليمبس بتاعتهم هي اللي بتكون shorter than normal، وبالتالي النقص في الطول بتاعهم بيكون mostly بسبب الايدين والرجلين أو الرجلين بمعنى أصح، والايد كمان بتبقى shortened، لكن النقص في الطول بيبقى mostly بسبب الرجل. الترنك والهيد إلى حد كبير بيبقوا within the normal limits، والآي كيو بتاعهم بيكون normal. تمام؟ بالرغم إن هو congenital disease and it's a dominant congenital disease، لكن بنلاقي إن عادة ما فيش family history. تمام؟ للclose relatives بتوعهم. Which of the following is the most likely diagnosis? Fibrous dysplasia. Fibrous dysplasia ده defect في البون، بيبقى most commonly في التيبيا. Osteogenesis imperfecta، blue sclera، هيبقى معاه multiple fractures ومشكلة في الهيرينج، كل ده مش حاصل. Ollier disease multiple enchondromas. Achondroplasia، yes it's the answer of choice. Achondroplasia هي دي اللي معاها short limbs مع ان الترنك وال head او skull بيكونوا within the normal limits، والاي كيو بيكون normal. Thanatophoric dysplasia, it's incompatible with life. It's a severe form of dwarfism. بيبقى معاها short limbs بس بيبقى معاها كمان abnormalities in the chest، وبالتالي thanatophoric dysplasia بتبقى incompatible with life، والأطفال بيموتوا in utero أو أول ما بيتولدوا، عشان بيبقى الشست كمان not ضيق واللنج بتبقى not well developed، فمش بيعرف يتنفس. فthanatophoric it's some sort of dwarfism، لكن severe بحيث ان هو incompatible with life بسبب المشكلة بتاعت respiration. كده احنا خلصنا الجزء الاولاني بتاعنا بتاع البون ديزيز، وهنبتدي الجزء الثاني بتاع الجوينت ديزيز. الجزء معانا الثاني هيكون عن الجوينت ديزيزز، هناخد برضو الثيمز والموست كومن كيسز على الجوينت ديزيزز. An otherwise healthy 44-year-old man with no prior medical history has had increasing back pain and right hip pain for the past decade. The pain is worse at the end of the day. On physical examination, he has bony enlargement of the distal interphalangeal joint. A radiograph of the spine reveals the presence of prominent osteophytes involving the vertebral bodies. There is sclerosis with narrowing of the joint spaces at the right acetabulum seen on a radiograph of the pelvis. Which of the following diseases is he most likely to have? دلوقتي بالراحة كده، أنا عندي 44-year-old man, middle-aged، ما عندوش relevant medical history، ما عنديش حاجة في medical history غريبة. ابتدى يبقى عنده increasing back pain و right hip pain بقاله 10 سنين، بيجيله وجع في ظهره
وفي الحوض، بيزيد آخر اليوم يعني مع الأكتيفيتي، بنهاية الأكتيفيتي بيزيد. On physical examination لقينا عندي enlargement في distal interphalangeal joints، وإحنا اتفقنا أن أنا عندي proximal وdistal بيحصل فيهم في butchered وhebdomadal nodules، بيبقى الinterphalangeal joints بيحصل فيها bony enlargement مع soft tissue reaction فبتعمل لي nodules اللي بسميها butchered وhebdomadal nodules. لما عملنا راديوغراف على السباين عشان نشوف الباك بين، احسن يكون في ميتاستاسيس، احسن يكون في مشكله ديسك هرنيشن، انزلاق غضروفي سبونديلوليتيسيس، لقينا ان في ناروينج وسكليروزيس اوف ذا جوينت سبيس، وعندي كمان اوستيوفايتس. اوستيوفايتس دي كلمه هي الكي اللي هتقول لي الاجابه بتاعتي ايه. هل هو عنده جاوت؟ الحقيقة ان الجاوت كان هيبقى عندي severe sharp pain intermittent، بيحصل في 50% من الحالات بيحصل في البيك تو، ده من البرزنتيشن مش كده. الجاوت ما بيحصلش في عادة في large joints. الجاوت الجولد ستاندرد بتاعي ان انا لما بسحب بالعينه بسحب السائل من الجوينت بالابره بلاقي نيدل شيب يوريت كريستلز. الجاوت هلاقي معاها هايبر يوريسيميا، صحيح مش اي هايبر يوريسيميا هلاقي معاها جاوت، بس اي جاوت هلاقي معاها هايبر يوريسيميا. ممكن يكون اسوشيتد مع رينال فيلير، كل ده انا مش عندي اي حاجه من الحاجات دي. روماتويد أرثرايتس، روماتويد أرثرايتس لو هو بقاله ديكيد أكيد أنا هوصل للمرحلة بتاعة الديفورميتيز، السوان نيك ديفورميتي والألنر ديفيشن والحاجات دي. الحاجة التانية لازم هلاقي الماركرز سواء الأنتي سيترولينيتد ولا الروماتويد فاكتور يكون في حاجة بوزيتيف. أوستيو أرثرايتس، الاوستيو ارثرايتس هي الانسر اوف تشويس لان هي اللي بيبقى فيها الهيبردن والبوتشرد نوديولز، هي اللي بتبقى موجوده في اللارج جوينتس، ولما بتيجي في الهاند بتيجي مع الهيبردن نودز اللي موجوده دي او البوتشرد نودز. لكن البرزنتيشن الأساسية بتبقى في الويت بيرنج جوينتس، اللارج ويت بيرنج جوينتس اللي هو الفيرتبرال كولمن والهيب زي ما هو عنده، ممكن تبقى في النيز. أوستيومايلايتس ما عنديش أي حاجة بتقولي إن أنا عندي inflammatory condition. سودو جاوت بتحصل في سن أكبر وهتحصل في الني جوينت وهيبقى عندي الكالسيوم بايروفوسفيت. أنا عندي دي الهيبردن ودي البوتشرد نودز. هاجي على الكيس اللي بعدها. 50-year-old man has had sudden onset of severe pain in his large big or great toe. ودي is a classical presentation in 50% of the cases of gout. There is no history of trauma. On examination, there is edema and erythema and pain on movement of the first metatarsophalangeal joint, but there is no overlying skin ulceration. بمعنى أنها مش diabetic foot مثلا. A joint aspirate is performed. اتفقنا أن ده الجولد ستاندرد بتاعنا اللي هو الانفستيجيشن اوف تشويس. A joint aspirate is performed and on examination reveals numerous neutrophils and needle-shaped crystals. Over the next 3 weeks, he has two more similar episodes. معناه إنها حاجة intermittent بتروح وتيجي. On physical examination between these attacks, there is minimal loss of joint mobility. Which of the following laboratory test findings is most characteristic for this underlying disease process? احنا اتفقنا ان ده الكلينيكال بريزنتيشن الكلاسيكال بتاعه الجاوت في 50% من الحاجات،
هل هو ده بسبب الهايبرجلايسيميا؟ لا، لانها مش دايابيتك فود، انا ما عنديش سكين ألتريشن ودي مش دايابيتك فود. بوزيتيف انتي نيوكليير انتي بودي دي بتبقى قلنا مع الجوفينايل اوستيوارثرايتس اكتر. هايبر يوريسيميا يس، الهايبر يوريسيميا بتبقى هي السبب بتاع الجاوت، واتفقنا ان مش كل جاوت معها هايبر يوريسيميا، لكن مش كل هايبر يوريسيميا يجي معها جاوت. هايبر كالسيميا لا، it's not the clinical presentation of hypercalcemia. High rheumatoid factor تتر لا، انا ما عنديش ال deformity ولا عندي ال lesions ال characteristic بتاعت ال rheumatoid factor، وما عنديش ال عندي needle shaped crystals مش بتفسر كده، وتحت الميكروسكوب بلاقي ال giant cell reaction، انا عندي هيل giant cells واكله in needle shaped crystals. فدي الميكروسكوبيك picture بتاعتها. A 53-year-old man has noted a slowly enlarging bump on his left elbow for the past 2 years. لقى نوديول كده عند الالبو. On physical examination there is a 2 cm firm non-tender مش بتوجع over the left olecranon process. An aspirate from this mass examined microscopically shows elongated needle-shaped crystals. Again, this is the gold standard for this disease. The mass is excised and on sectioning has a chalky white consistency. برضو دي highly suggestive of the gout. Microscopically there is granulomatous inflammatory infiltrate اللي احنا شفناه في الحالة اللي فاتت اللي هي واكلة in needle shaped crystals. Which of the following disorders is the most likely which of the most disorders is most likely to potentiate this finding؟ ايه اللي هيعمل القصة دي؟ اتفقنا ان الجاوتي ارثرايتس الكلينيكال بريزنتيشن بتاعتها لو ما جاتش في البيك تو في 50% من الحالات ممكن تيجي بكذا بريزنتيشن، لكن الجولد ستاندرد عندي دي بسحب الابره ان انا الاقي النيدل شيبد كريستلز بتاعه اليوريت، وممكن تعمل تكون في الكلينيكال بريزنتيشن نوديول زي اللي طلعت عند الراجل دي في القلبه. Which of the following disorders ايه بقى اللي ممكن يكون عمل الجاوت في شخص زي كده؟ اتفقنا ان اللي هيعمل الجاوت يا اما increased intake، هو بياكل حاجات كتيرة فيها uric acid وبالتالي اعلى من قدرة الجسم على التعامل معه والتخلص منه، او ان انا عندي renal failure وبالتالي هو بياكل عادي وممكن يكون بيقلل البروتينز عن العادي لكن الجسم مش قادر يتخلص من اليوريك أسيدز، وممكن يكون عندي هاي تيرن اوفر بمعنى ان عندي الخلايا بتتكسر كتير زي الحالات بتاعه اللوكيميا خصوصا الحالات اللي بتاخد كيموثيرابي، فبيتكسر الخلايا اللي بتموت وبالتالي النيوكليك أسيدز بتطلع بريت عالي، ودي الحالات اللي ممكن تكون تعرض البني ادم للجاوت. وبالتالي انا عندي chronic renal failure for options، فايتس غالبا هتكون هي single best answer. hepatic cirrhosis مش بيأثر في اليوريك اسيد. البيبتيك ulcer disease ده بيبقى بسبب الهيليكوباكتر بايلوري هناخده الموديول الجاي، لكن هو مش بيأثر على اليوريك اسيد. chronic obstructive pulmonary disease برضو مش بيأثر على اليوريك اسيد metabolism. inflammatory bowel disease هناخده الموديول الجاي ملوش علاقة باليوريك اسيد. وبالتالي single best answer هو ال chronic renal failure اللي بيخلي الكدني غير قادرة على ان هي تتخلص من ال excess uric acid. A 22-year-old man has persistent lower back pain and stiffness that diminishes with activity. هو عنده pain بيقل لما يبتدي يتحرك. Over the next ممكن لو كمل بقى الحركة لآخر اليوم زيادة يبتدي يزيد تاني. Over the next 10 years he develops hip and shoulder pain with decreased range of movement. يعني ابتدى يبقى عنده وجع وستيفنس بيقل مع الحركة. بعد 10 سنين الوجع بقى بيزيد وابتدى كمان يبقى فيه
الجوينت حصل فيها ديستراكشن، فده اللي بيخلي عندي diminished range of motion، الحركة مش بتقدر يتحرك بالرينج الطبيعي بتاعه. On physical examination at the age of 42 year he has diminished lumbar lordosis، كمان ال vertebral bodies ابتدت يحصل فيها affection في الشكل بتاعها، with decreased lumbar spine mobility، دي اللي بسميها spondylitis لو تفتكروا، عندي inflammation في ال vertebral bodies خلتها تبقى حاصل فيها بوني سكليروزس وفيوجن اللي بسميه انكيلوزنج لو نفتكر مع بعض. فانا عندي الكي ووردز اللي عندي جوه الكيس اللي بتعرفني الإجابة، إن أنا عندي الـ vertebral bodies ابتدت يحصل فيها decreased mobility بسبب fusion. There is no other major medical problems. وبالتالي دي نوع من أنواع السيرو negative spondyloarthritis. Spondyloarthritis يعني إن التهابات في الـ spondylo يعني الـ vertebral column، وده نوع قلنا 25% من الـ autoimmune arthritis بتبقى سيرو نيجاتيف. سيرو نيجاتيف يعني الـ rheumatoid factor نيجاتيف، الـ anti-citrullinated antibodies نيجاتيف، حتى الـ anti-nuclear antibodies نيجاتيف، كل الـ anti-head بنلاقيها نيجاتيف، عشان كده سميناها سيرو نيجاتيف spondylo arthritis. وباي definition بتصيب الـ vertebral column والـ sacro iliac joints. هي بتصيب الجوينت غالبا معظمها الكبيرة، لكن ك definition by definition لازم هتصيب ال vertebral column وال sacroiliac joints. Which of the following is the most likely diagnosis؟ هل دي rheumatoid arthritis؟ It's طبعا one of the most common differentials، بس أنا لا عندي anti-citrullinated antibody ولا rheumatoid factor positive عشان أقدر أختارها. Ankylosing spondylitis، yes it's one of the seronegative spondyloarthropathies or arthritis. والعلامة بتاعتها هو ال affection بتاع ال spinal cord، وخصوصا كمان لو قلت sacroiliac joint. Osteoarthritis، osteoarthritis ده عنده 22 سنة صعب. Osteoarthritis بتحصل في ال weight bearing joints بسبب ال increased weight أو ال decreased activity برضو، وبيبقى فيها معاها increased stress على البون بسبب ال body mass index إنه يكون عالي. بتبقى عبارة عن degenerative process، صعب في 22 سنة إن يكون عنده degenerative process في ال joints بتاعته. Lyme disease it's one of the infection بسبب البوريليا، واحنا شلناه من عندنا، مش ما اخدناهوش في المنهج بتاعنا السنه دي. It's more common in America. Calcium pyrophosphate dihydrate deposition في البون، ده اللي هو السودو جاوت، وباي ديفينيشن old age في ال presentation بتاعته في ال knee joint. يبقى ال answer of choice بتاعي ال spondyloarthritis. Case 16, a 49-year-old man has complained of episodes of joint pain for over 10 years. This pain has occurred mostly in his hands and feet. في ال small joints نركز في ال small joints. وعنده حاجة chronic بقالها 10 سنين. And in remitting and relapsing pattern بتاع ال autoimmune disorders. On physical examination there are deformities in his hands involving the skin with swan neck deformity. دي ال swan neck deformity زي الرقبة بتاعة البجعة. And ulnar deviation، الإيد بيبقى فيها deviation ناحية الأولنر. This condition improves following methotrexate therapy. العلاج بيبقى كورتيزون واللي بعديه methotrexate اللي هو
حاجة سايتوتوكسيك دراج، بيستخدم في السرطان، في علاج السرطانات، وبيستخدم في علاجات الروماتويد أرثرايتس، لكن لازم يتعامل في الفولو أب بتاعه لما بدي العلاج زي ميثوتريكسات السي بي سي كومبليت بلاد بيكتشر، علشان بيكسر كرات الدم، والليفر فانكشنز عشان من ضمن السايد افكتس لو اتاخد بشكل prolonged ممكن يحصل اتش سي سي هيباتوسيلولار كارسينوما، وبالتالي هو بيتاخد لفترات مؤقتة، ما باخدوش لفترات طويلة. عندي هنا السوان نيك ديفورمتي، عندي الالنر ديفيشن، عندي الايد بقت فيها ديفورمتيز، وعندي دي وان اوف ذا ليجنز اللي بتحصل مع الروماتويد، الروماتويد نوديول اللي بتبقى عبارة عن فيبرينويد نيكروزس. يبقى احنا النوديولز اللي اخدناها لحد دلوقتي بوتشرد وهيبردن بتاعة الاوستيوارثرايتس، عبارة عن بوني نوديول معاها فايبرس تيشو بسبب degenerative process. عندي أخذنا النوديول اللي هي بسبب الجرانيلوميتس reaction اللي بتحصل مع الجاوت، وأخذنا النوديول اللي بتحصل مع الروماتويد arthritis اللي بتكون عبارة عن fibrinoid necrosis، وهي by definition كده الروماتويد process is an inflammatory autoimmune inflammatory process، عكس الاوستيوارثرايتس اللي هي by definition a degenerative process، وحتى لو حصل inflammation هيبقى minimal وsecondary. طيب which of the following serological tests is most likely to be positive in this man؟ rapid plasma reagent لا، HLA-B27 ده مع الانكيلوزينج سبونديلايتس اللي هي بتبقى سيرو نيجاتيف، انتي دبل ستراندد دي ان اي دي بتبقى مع السيستميك لوبس، اتس نوت ذا كيس. انتي سيترولينيتد بيبتايد ايوه اللي بيطلع من الارجينيز ميتابوليز وبيبقى في الجوينت وبيبقى هو مستهدف بالانتي بوديز اللي بتحصل بسبب الاوتو ايميون ديزيز. بوريليا انتي بودي ده اللي بيعمل اللاين ديزيز. A 50-year-old man has experienced pain in his right knee for the past 4 years. As he moves about during the day, the pain decreases somewhat. The pain is worse when walking for longer distances. الباترن ده بالذات بتاع الليجن بتاعنا، ان هو بيبقى الاول تعبان، يتحرك شوية يبتدي يتحسن، يكمل حركة يبتدي يتعب. On physical examination there is no joint swelling, warmth or erythema, but he does have decreased range of movement. هو عنده وجع في الويت بيرنج جوينتس، وهو الى حد كبير السن ابتدى يبقى كبير شويه، والباترن بتاعه بتاع وجع بيتحسن شويه بالحركه، ولكن لو الحركه زادت بيبتدي الجوينتس تتعب. هل هو اوستيوبوروزس؟ اوستيوبوروزس صعب في ميل عنده 50 سنه بدون ما يكون في سبب واضح. اوستيوبوروزس اكتر مع الايدجينج، فهيحصل مع ايدج اكبر من كده شويه، أو مع فيميل بوست مينوبوزل، أو مع زي ما قلنا الألكوحوليزم، الكورتيزون، السيدنتري لايف. أوستيوكوندروما، أوستيوكوندروما هي تيومر، بناين تيومر أو بسميه إكزوستوزيس أوف بون، حتى لو عمل بين هيعمل بين مع السوينينج أو الماس اللي هتبقى موجودة هتتشاف في الفيزيكال اكزامينيشن وراديولوجيكالي. اوستيوماليشيا، اوستيوماليشيا بسبب نقص فيتامين دي صعب شويه يجي في ميل، لان حتى لو ما اكلوش هيبقى اخده من الشمس، وفي نفس الوقت مش هيعمل بوني اكس جنرالايزد، ويعمل بون ممكن يحصل بعض التشوهات، لكن مش هيكون عندي joint pain بالمنظر الموصوف ده. Osteoarthritis yes، هو ده الباترن بتاع البين بتاع الاوستيوارثرايتس. Osteopetrosis،
osteopetrosis دي condition فيها genetic factors، بيكون فيها البون مارك بالبون بون، ومش هتكون البين موجود في الني بالذات. وبالتالي ال answer of choice is osteoarthritis. الكيس اللي بعد كده، a 54 year old man is bothered by slowly progressive loss of mobility of his spine at the hips since the age of 25. He has a brother who is also similarly affected. ودي نقطة مهمة لأن بيبقى فيها family predisposition. هو عنده pain مع loss of mobility في الspine. نفتكر spondylo، كلمة spondylo. بقاله من وهو عنده 25 سنة، وعنده أخ كمان. فأنا عندي positive family history which is very important to close relative. On physical examination there is loss of lumbar lordosis, spondyloarthritis with decreased range of motion and ankylosing at his hips. Which of the following pathological abnormalities involving his sacroiliac joints is most likely to be present؟ اتفقنا ان دي الانكيلوزينج سبونديلايتس بيبقى فيها فيوجن اوف ذا جوينت اور انكيلوزس، وال تو كومنلي افكتد جوينتس بتبقى اللمبر، بتبقى ال فيرتبرال اند ذا ساكرويلياك جوينتس، وبيكون سيرو نيجاتيف، سيرو نيجاتيف سبونديلو ارثرايتس او انكيلوزينج سبونديلايتس، one of the clinical presentations. Gametous necrosis ده بتاع syphilis. ما عنديش اي حاجة بتقولي ان الشخص ده عنده sexually transmitted disease بتاع التريبونيما باليدم. Mosaic growth pattern، mosaic growth pattern ده هيبقى عندي cement line، هيبقى عندي ال bone deformities سواء في السكال، هيبقى عندي مشكلة في الهيرينج، ممكن يكون عندي associated heart failure، هيبقى البون بتاعه في sclerosis. حتى لو الجوينت فيها osteoarthritis هتبقى secondary للبون lesions. Osteonecrosis بتحصل أكتر في الفيمورال هيد، 25% idiopathic، وبقية الكوزس بتكون thrombosis أو thromboembolism، بيعمل avascular necrosis of the joint neck of the head of the bone، بالذات الفيمورال هيد. Pannus formation، pannus formation it's the inflammatory condition اللي بتكون associated مع rheumatoid arthritis which is not the case here. بيبقى فيها dense lymphoid infiltration. A 10-year-old girl has complained of joint pain for the past 2 years. The pain is localized to her knees and ankles. It occurs either with or without movement. The arthralgia are accompanied by fever. On physical examination, there is temperature of 37.8. There is no deformity of her knees. She has generalized lymphadenopathy. Her anti-nuclear antibody test is positive. Which of the following forms of arthritis does she most likely have? دي بنوتة صغيرة 10 سنين، وبالتالي ممكن يكون عندها روماتويد، ممكن يكون عندها جوفينايل، ممكن يكون عندها سيبتيك. تمام؟ في السن ده دول الثلاث أنواع اللي ممكن تيجي. بقى لها سنتين. The pain is localized in knees and ankles. It occurs either with or without movement. Arthralgia يعني pain in the joint are accompanied by fever. عندها systemic manifestations.
والحقيقة إن الثلاثة ممكن يجي معهم systemic manifestations ومعها temperature، لكن there is no deformity of her knees. شوية كده احتمال أبتدي أفكر إن الروماتويد أستبعدها شوية. She has generalized lymphadenopathy، لكن أنا عندي her anti-nuclear antibody test is positive. والحقيقة إن anti-nuclear antibody test ده بيكون positive مع juvenile idiopathic arthritis. الحاجة التانية، ما عنديش حاجة تقولي إن أنا عندي inflammatory condition عشان أختار septic arthritis. كمان ال pain is not so severe. وبعدين أنا لو عندي septic arthritis وقعدت سنتين هيكون عندي مشكلة كبيرة في الجوينت دي، ما عنديش حاجة تخليني أقدر أختار القصة بتاعت ال septic arthritis. ال differential التالت اللي هو احنا قلنا الروماتويد، ما عنديش روماتويد فاكتور ولا انتي سيترولينيتد في الكيس. ال septic arthritis ما عنديش برضو العلامة بتاعت ان انا عندي septic inflammatory condition to support this diagnosis. الحاجة بقى اللي بتسupport ان هي هتكون juvenile idiopathic arthritis is the anti-nuclear antibody positivity. gonococcal arthritis مش في طفلة عندها 10 سنين. gonococcal arthritis دي one of the causes of septic arthritis in the adults بسبب sexually transmitted disease. 10 سنين it's not, she is not sexually active. ankylosing spondylitis by definition is a seronegative spondyloarthritis. وأنا عندي anti-nuclear antibody test is positive، وبالتالي it's not seronegative, it's a seropositive. juvenile idiopathic arthritis هي اللي بيبقى معها anti-nuclear antibody positive. tuberculous arthritis هتبقى فتحة هتعمل لي cold abscess وهتعمل destruction في الجوينت، ممكن تفتح بسكين sinus وال PCR بتاعها هيكون positive. ولو أخذت biopsy هيبقى عندي granulomatous inflammation. chronic Lyme disease ما عنديش ال rational أو عندي ال ما يثبت إن هي positive. آخر كيس عندنا في ال CBL بتاع ال joint diseases. A 21-year-old college student has noted a painless wrist swelling. وزي ما اتفقنا ان انا ال painless wrist swelling ده is very very common، وبيبقى قلنا fluctuant. fluctuant يعني لما زي ما في الجراحة بيقول هتمسك بصباع هنا وصباع هنا وزق من هنا هحس بال fluid transmission في الصباع التاني. He has a fluctuating، كلمة fluctuating يعني كده swelling، ان انا بمسك هنا صباع وهنا صباع ازق هنا احس بالموفمنت الناحية التانية. والفلكتويتنج سوالينجز دي بتبقى حاجة من اتنين، يا اما سيست يا اما soft tissue tumor زي اللايبوما، حاجة soft يعني. On excision it showed a fibrous wall with no lining. اتفقنا كلمة fibrous wall with no lining معناها ganglion cyst على طول. Which of the following is the most likely diagnosis؟ Epidermal cyst، ممكن تكون epidermal keratinous cyst الحقيقة، وهي بتبقى inclusion cyst وهتبقى subcutaneous وتدي نفس البرزنتيشن وهتبقى fluctuant خلاص، لكن تحت الميكروسكوب اللايننج هيبقى stratified squamous epithelium with keratin في ال intracystic keratin. aneurysmal bone cyst، aneurysmal bone cyst هيبقى lytic lesion في البone ومش هيكون للسوفت تيشو كومبوننت اللي طالع لي بره ده، وهيكون بيتشاف بالراديولوجي. سيستيك روماتويد نوديول، لو انا عندي روماتويد نوديول هتبقى ممكن تكون بينفول وهتبقى فيها فيبرينويد نيكروزس تحت الميكروسكوب، مش هتكون فايبروس وول ويز نو لايننج. جانجليون سيست يس 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 اتس جانجليون سيست. سيمبل بون سيست برضه هتبقى سيست فايبروس وول، لكن هتبقى presenting as a lytic bone lesion، مش هتكون subcutaneous swelling وهتبان في الراديولوجي، مش هتكون ظاهرة بالجروس كده تحت الميكروسكوب. اتفقنا انها
fibrous wall with no lining لأن هي عبارة عن cystic degeneration في ال fibrous tissue. كده خلصنا الجزئين أول جزئين في التيومر في اللوكوموتور عندنا البون ديزيزز والجوين ديزيزز وندخل على السكشن الثالث والأخير من اللوكوموتور موديول بتاع الجزء of the soft tissue and bony neoplasia. قبل ما نبتدي عايزين نفتكر ان انا اوما في الميزنكايم يعني benign sarcoma يعني malignant لان دي هتكون الكيورد اللي هتسهل لي cases حتى لو انا مش فاكر كل تفاصيل التيومرز او مش حافظها كلها. A 3-year-old girl presents with a huge vaginal mass. Surgical excision is performed. Gross examination reveals a non-encapsulated, large, irregular, fleshy, infiltrative, huge, سنها صغير, infiltrative, وfleshy, شكلها كده إنها حاجة مش benign. Cut section is grayish white, showing hemorrhage and necrosis. ده بيأكد لي إنها مش benign. Microscopic examination shows a highly malignant pleomorphic cells. It's not benign. خلاص ده أنا frankly malignant. وبالتالي it's a sarcoma قبل ما أشوف الأوبشنز بتاعتي. Which of the following is the most likely diagnosis? Fibroma. Fibroma oma is benign, so it will not be the answer of choice. Fibroma دي بتطلع ناحية التندون شيس بتبقى benign hypocellular spindle cells. Fibromatosis, locally aggressive fibroblastic tumor بيبقى موجود في أماكن سواء superficial أو deep وهو locally aggressive بس برضو hypocellular bland spindle cells with infiltrative borders. It's not the case. وهيبقى firm cut section ومفيهوش لا hemorrhage ولا necrosis. Rhabdomyosarcoma, yes. أنا عندي حاجة sarcoma بس نشوف لا يكون فيه sarcoma تانية. Spindle cell lipoma. Lipoma is a benign حتى لو هي نوع spindle cell. Leiomyoma is benign ومش ده الايج بتاعها. هتيجي في female في ال يعني بعد المناركي بعد البلوغ. وبالتالي انا الانسر الوحيد اللي ممكن يكون malignant جوه الكيس دي حتى لو انا مش عارفه ايه هي الرابدوميوساركوما لا حتى لو انا مش عارفه ان هي malignant tumor of the skeletal muscle وان ليها preference للاطفال وان هي بتيجي present as huge mass وان هي بيبقى فيها rhabdoid cells في الميكروسكوبي حتى لو انا مش عارفه كل التفاصيل دي هي دي rhabdoid cells اهي حتى لو مش عارفه التفاصيل دي لكن اعرف ان دي الاجابه الصح بمجرد ان انا عارفه القاعده بتاعه اوما ساركوما في الميزنكايم. اتفقنا ان القاعده دي ماشيه في الميزنكايم وفي الابيثيليوم لكن مش ماشيه مع النيورو اكتوديرمال ولا الريتيكولو اندوثيليال سيستمز لان كلمه اوما ساعتها مش هتبقى معناها لا هعرف منها بناين ولا هعرف منها مالجنت. كلمه اوما في الريتيكولو اندوثيليال وفي الهيماتوبويتك وفي النيورو اكتوديرمال معناها تيومر لكن لازم كيس باي كيس اعرف اذا كان بناين ولا مالجنت. في الابيثيليوم والميزنكايمال كلمه اوما از ا بناين وساركوما از مالجنت. الكيس اللي بعد كده is one of the common presentations. An 18-year-old adult presents with a progressively growing right thigh mass. Radiological examination reveals a highly destructive lesion. أنا بتكلم على حاجة malignant. Surgical excision of huge hemorrhagic widely necrotic mass is performed and is sent to the pathology lab. كل ده أنا بتكلم على حاجة malignant. Microscopic examination shows malignant spindle cells. خلاص, definitely it's a malignant condition. Which of the following is the most likely diagnosis? Fibroma, again, قلنا بتحصل عن حيط التندون شيس وبتبقى hypocellular is benign. Fibromatosis, قلنا انها locally aggressive hypocellular لكن with infiltrative border ومش هيكون فيها hemorrhage necrosis synovial sarcoma نخليها معانا.
أنا عندي هنا ساركوما قد تكون هي الصح. spindle cell lipoma is benign, lymphoma is benign. يبقى الإجابة عندي synovial sarcoma علشان هي الوحيدة اللي ساركوما، وممكن يكون الديفرنشال في حاجة زي كده الفايبروساركوما، عشان كده مش هنقدر نحطهم مع بعض في نفس الكيس كأوبشنز، لأن أنا مش هعرف أفرقهم غير بالإميونو هيستوكيمستري. A 23-year-old man presents with a 3-week history of abdominal pain, diarrhea, bloody stools. Colonoscopy reveals the presence of hundreds of polyps distributed throughout the colon and a 3-centimeter ulcerating mass in the sigmoid colon. A biopsy from the mass is sent to the pathology lab. Microscopic examination reveals a distorted, moderately differentiated infiltrating glands. Which of the following is the most likely diagnosis? الكيس دي بتقول لي ان في واحد عنده change في البول هابتس. الحقيقة change في البول هابتس بعد 40 سنة is زي ما بيقولوا كده في family medicine red flag، لكن ده سنه صغير. برضو عمل الكولونوسكوبي عشان يشوفوا السبب، ممكن يكون inflammatory bowel disease، ممكن يكون عنده celiac disease، ممكن يكون عنده infective etiology، ممكن يكون عنده toxin من الأكل، لكن اللي حصل إن لقى hundreds of polyps. الحقيقة دي حالة بنسميها polyposis coli، familial polyposis coli distributed over the colon، والناس دي by the age of 20 years ممكن يقلب malignant. فبقى عنده 3 cm ulcerating mass، وتحت الميكروسكوبي لقى الكريتيريا of malignancy moderately differentiated، يعني grade 2 carcinoma. وزي ما اتفقنا بالقاعدة بتاعت الابيثيليوم والميزنكايمال، oma is benign, carcinoma is malignant. Which of the following is the most likely diagnosis? Adenoma. Adenoma في الكولون الحقيقة مش بعتبرها very benign، بس بعتبرها pre-malignant adenoma، لكن it's not a frank malignant. Colonic adenocarcinoma, it's malignant. Dysentery. Dysentery ال bloody diarrhea أو bloody stools مع دايريا اسمها ديزنتري، لكن دي كده clinical presentation و it's not the dysentery بتاعت الشيجيلا اللي بتعملها الشيجيلا، وبالتالي هي مش ال single best answer. Fibroadenoma is a benign condition. حتى لو أنا مش عارفة إيه هي الفايبروأدينوما، هي benign tumor في البريست، بس أوما فا it's benign مش هختارها. Inflammatory polyps مش هتعمل لي infiltrating glands malignant glands، يبقى الإجابة أدينو كارسينو. حتى لو أنا مش عارفة لسه مدخلناش على الموديول of the GIT، it's an adenocarcinoma. A 43-year-old man presents with pain and a palpable left thigh mass. ده زي التاني كيس أخدناها. Radiological examination reveals a highly destructive lesion. Biopsy performed and reveals anaplastic spindle cells with a herringbone pattern. الحقيقة الكلمة herringbone pattern دي ليها بتساعدني شوية، بتبقى كي، لكن أنا اللي هممني دلوقتي أن أنا بتكلم على ساركوما. هنا الكيس أصعب شوية من تاني السؤال اللي كان synovial sarcoma. أنا هنا عندي كذا ساركوما، عايزين نشوف ممكن تكون أنهي واحدة فيهم. Differentiated liposarcoma، مش هينفع أقول إني liposarcoma إلا لما ألاقي lipoblast. Fibrosarcoma، ممكن fibrosarcoma وممكن synovial sarcoma، وهنفرق ما بينهم دلوقتي. Osteosarcoma لأ، لأن ال destructive lesion مش bony lesion، ده في الثاي في السوفت تيشو، وبالتالي soft osteosarcoma حتى لو هي فيها soft tissue extension، لكن الليجن mainly هيكون في البون مش في soft tissue. Fibromatosis اتفقنا انها locally aggressive، هتبقى infiltrative borders، لكن تحت الميكروسكوب مش هتكون anaplastic spindle cells، هتكون hypocellular spindle cells with infiltrative borders. Fibrous dysplasia، ده بوني cortical defect أو bony lesion في البون.
يبقى أنا دلوقتي عندي fibrosarcoma ممكن تكون هي الصح. طب ليه مش synovial sarcoma؟ الحقيقة إن الاتنين بيبقوا highly malignant spindle cells و cellular. الفرق ما بينهم إن الفايبروساركوما بتعمل الـ herring bone pattern اللي هو زي الشوك بتاع الرنجة، سبعات تمانيات كده، ده الـ herring bone pattern بتاع الفايبروساركوما. والفرق ما بينها وبين السينوفيال ساركوما، السينوفيال ساركوما patternless pattern، ملهاش pattern يعني، patternless pattern أو hazardous distribution of the spindle cells. لكن الفايبروساركوما بتبقى herring bone. الحقيقة ان انا مش بشخص مش بعمل الفاينل دايجنوزس على ال H&E، ولازم بعمل immunohistochemistry علشان اتأكد انها فايبروساركوما ولا synovial sarcoma. عشان كده عمري ما هجيب لك الاثنين دول ك two differentials in the same case. اوكي، هي دي نفس الكيس اللي فاتت، بس زودنا كلمة herring bone pattern فبقت الإجابة fibrosarcoma. لو شلت herring bone pattern وكتبت patternless أو hazardous pattern هتبقى synovial sarcoma، ومش هجيب الاتنين مع بعض كdifferentials لأنهم very close to each other، بحتاج immunohistochemistry عشان a 4-year-old boy presents with a purple cheek swelling. His mother states that there was no birthmarks at the time of his birth. هو ما اتولدش بيها لكن جات له بعد كده. بعد كده حصل السويلنج زاد وابتدى يكبر وابتدى يحصل معاه bleeding. الحقيقة بعد كده حصل له regression followed by regression. What is the most likely diagnosis؟ أنا بتكلم على حاجة slowly growing فيها صحيح progression لكن حصل بعد كده regression، وبالتالي هي مش من علامات الساركوما أو المالجنسي، لأن الساركوما هيحصل progression with no regression. وبالتالي أنا عندي benign process. هل هي angiosarcoma؟ اتفقنا مش هختار angiosarcoma لأن التانية هتبقى destructive وهتبقى progressive ومش ممكن يحصل فيها regression without treatment. hemangioma ممكن، عندي purple وفيها bleeding easily bleeding. arteriovenous malformation. arteriovenous malformation ما عنديش حاجة بتقولي إن هي فيها pulsation. ال arteriovenous malformation بيبقى فيها pulsations وممكن تحصل صحيح حاجة congenital، بس ممكن تحصل برضو بسبب trauma، فبرضو مش عندي حاجة تخليني اختار arteriovenous malformation. angiolipoma بتكون painful ومش هتكون very purple لأن معظمها بيكون اللي هو ال yellowish بتاع ال lipoma وبيبقى فيها blood vessels وبتكون painful swelling. hemangioendothelioma ده حاجة locally aggressive، حاجة ما بين الهيمانجيوما والانجيوساركوما، وبالتالي أنا مش هختار حاجة تكون aggressive، أنا هختار ال more common ال more benign. Case 26, a 30-year-old man has wrist pain that has been worsening for weeks. عندي wrist pain that has been worsening for weeks. On physical examination, the left wrist appears larger than the right. يعني عندي swelling and there is tenderness to palpation.
A radiograph reveals a 7 cm lytic lesion involving the epiphyseal region of the distal radius with a subpapal appearance, subpapal D, وفي الإبيفيسز معناها joint cell tumor of bone. وهو ده اللي احنا بنقوله ان انا عندي في البون لازم يكون معايا الراديولوجي ولازم يكون معايا السايت. الايج بيساعد، الجندر بيساعد، لكن without the radiological picture and the site of the specimen ما اقدرش اشخصها. عرفت انها subpapal appearance في الإبيفيسز، يبقى أنا كده giant cell tumor of bone. معظم التشخيص عرفته، لكن لو بالميكروسكوبي زي ما هناخد هقول لكم المشكلة هتكون إيه. A radiograph reveals the lesion subpapal appearance. The lesion is keratin and histologically there are numerous multinucleated giant cells in a stroma with plump to spindle shaped mononuclear cells. زي ما اتفقنا ان انا الهيستولوجي ده ممكن الاقيه في الجوينت سيل تيومر اوف بون، الاقيه في الجوينت سيل تيومر اوف تندون شيث، which is a completely different condition، وممكن الاقيه في البراون تيومر اوف ذا سيستيتس فايبروزا سيستيكا اوف ذا هايبرباراثايرويدزم. يبقى انا دلوقتي عندي بالهيستولوجي alone cannot diagnose this case. مجرد ان عرفت ان هو subpapal appearance في الابيفيسز كمان اتاكدت بالهيستولوجي بقى giant cell tumor of bone. نفس الميكروسكوبي ده لو قلت ان هو جاي من التندن شيث هيبقى giant cell tumor of tendon sheath. لو قلت ان انا عندي multiple lytic lesions وعندي مشكله hyperparathyroidism هتبقى brown cell tumor of bone بنفس الهيستولوجي اللي هو الاوستيوكلاستيك giant cells وعندي المالتينيوكليتد cells دي. طب هل هو أوستيوساركوما؟ اتفقنا الأوستيوساركوما عندي البيريوستير رياكشن بتاعتها الجودمان تريانجل ويل سام بيرث أو هيرون أند أبييرنس، ويبقى عندي ديستركتيف ليجن هيبقى أكتر في الميتافيسيس حتى لو حصل له إكستنشن، وهيبقى ويذ سوفت تيشو كومبوننت. كوندروساركوما، كوندروساركوما اتس كومن أكتر في الأكزيال سكيلتون عند البيز أوف ذا سكال، في الفرتبرا، في الهيبس، وتحت الميكروسكوب كنت هلاقي الكوندرويد ماتريكس بتاعتي. ليومورفيك ساركوما، ليومورفيك ساركوما it's a soft tissue tumor، مش هيكون في البون. giant cell tumor of bone yes، عشان البابلي appearance في الابيفيسس. tuberculosis هيبقى عندي granulomatous caseating granuloma مش osteoclastic giant cells. giant cell بتاع tuberculosis اسمها Langhans giant cell. Case 27, a 51-year-old man has noted constant dull right hip pain for the past 3 months and وجع في الهيب حاجة or بالaxial skeleton. On physical examination, he has diminished range of motion of the right hip. The radiograph reveals a huge mass 10-13 cm involving the right ischium of pelvis. The mass has irregular borders and abusive حاجة malignant. And there are extensive areas of bony destruction along with some scattered calcifications. The lesion is resected and grossly the mass has a bluish-white cut section of the chondroid matrix. Which of the following is the most likely diagnosis? اتفقنا أنا عندي site axial or near axial في الهيب. عندي الاج فوق الخمسين. اتفقنا ان المالignant primary tumors بتبقى more common في الميلز. اتفقنا ان انا عندي bluish cut section فانا عندي chondroid lesion. osteosarcoma، osteosarcoma by model الحقيقة ان في young age في العشرينات او الteens، وعندي another peak في السن ده، لكن أنا ما عنديش a characteristic picture of the osteosarcoma اللي هي فيها Codman triangle with sunburst appearance، وبتكون الgross بتاعها hemorrhage necrosis with soft tissue extension. Enchondroma اتفقنا إن هي benign cartilaginous tumor more common في الهاندز مش هتبقى ناحية الaxial skeleton. أوستيوبلاستوما صحيح بتحصل ناحية ممكن تحصل في الفرتبرا وممكن تحصل في اللونج بونز، لكن هتبقى
الليجن أكتر من 2 سنتي هتكون فيها بوني ترابيكيلي with osteoblastic rimming which is not the case اللي موصوفة هنا ومش هتبقى الـ highly destructive بالمنظر ده. Chondrosarcoma yes ناحية الـ axial skeleton male ده الايج بتاعها فوق الخمسينات بتحصل ناحية الـ vertebral column base of the skull أو الـ hip bone bluish matrix اللي هي glistening دي هي مع الـ chondrosarcoma Paget sarcoma Paget sarcoma إن Paget disease يعمل osteosarcoma أنا ما عنديش الـ radiological ولا الـ microscopic picture of the osteosarcoma أنا عندي الـ bluish matrix of the chondrosarcoma. Case 28, an 11-year-old boy has pain in his left leg that has persisted for 3 weeks. On physical examination, his temperature is 37.9 mAh constitution symptoms. A radiograph of the leg reveals a mass in the diaphysis region of the left femur with overlying cortical erosion and soft tissue extension with onion skin periosteal reaction. Onion skin periosteal reaction اتفقنا ان انا لما يبقى عندي rapid rate of tumorous growth والrapid rate ده is uneven يعني مش المعدل النمو مش ثابت يبتدي يحصل lytic lesion يكسر البون والperiosteal reaction تحاول تعمل periosteal new bone formation فتعمل layer of bone الأبيض ده يقوم التيومر يعمل lytic lesion تقوم الperiosteum يحاول يعمل another layer another layer another layer يبقى شبه الonion skin شبه الورق بتاع البصل وهو بيعمل layering فبيعمل multi layering of the onion skin appearance. This is a characteristic of the Ewing sarcoma. Osteosarcoma which is the differential في الage ده هتبقى بتعمل لي rapid but steady bony destruction. The rapid but steady bony destruction يعمل لي الكودمان triangle ويعمل لي الهير on end أو sunburst appearance. كمان زي ما اتفقنا Ewing sarcoma characteristic ليها الـ cytogenetic abnormality الـ translocation اللي بتحصل 1122. اوكي فالـ characteristic radiologically الـ onion skin appearance الـ characteristic microscopically small round blue cells اللي هي primitive cells لأن الـ Ewing sarcoma is a tumor of unknown origin بس إحنا بيقولوا إن احتمال يكون neuroectodermal الـ Ewing sarcoma بيبقى مع الـ translocation characteristic ليه 11-22 طيب ميدالوبلاستوما نيوروبلاستوما برضو round blue cells بس الميدالوبلاستوما في البرين نيوروبلاستوما مش معاها الترانسلوكيشن دي ومش هتعمل البوني رياكشن اللي عندنا دي كوندروبلاستوما انتوا ما اخدتوهاش بس الكوندروبلاستوما زي الجاينت سيل تيومر اوف بون بتحصل في الابيفيسز اوف ذا بون اتس نوت مالجنانت اوستيوبلاستوما برضو هي ليها الليتيك ليجن ما فيهوش ال 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 لا الأونيون سكين ولا الكودمان ولا الصنبرست رياكشن لأنها it's not a malignant condition. دي الديفرنشيال بقى بتاعتها A 16-year-old boy has noted pain in his left knee after each hockey practice session for the past month. On examination there is tenderness to the palpation of his left leg with reduced range of movement. A plain radiograph of the left leg reveals a mass of the proximal tibia metaphysis that erodes the bony cortex, lifting the periosteum where reactive bone new formation is apparent. ده لما يبقى very rapid ما بيلحقش البيريوستيوم يعمل complete reaction فيبتدي يعمل الانجل او التراينجل اللي اسمه كادمان تراينجل والرابيد growth مع الـ rapid steady growth يبتدي يحصل الـ hair on end الـ periosteal reaction تبقى
ترانسفيرس كده، بتحاول ان هي تعمل بون ترانسفورميشن بشكل ترانسفيرس، يدي سان بيرست او بنسميها ريم اند ابييرنس. The mass does not extend to the epiphyseal region. Mass في الميتافيسز لكن ما وصلتش للابيفيسز. A bone biopsy is performed in microscopic examination shows a typical elongated cells with hyperchromatic nuclei in an osteoid stroma. كلمة osteoid stroma بقت osteosarcoma. تمام؟ Which of the following neoplasms is he most likely to have? أنا الـ differential بتاعي في الـ clinical والراديولوجي بيكون الـ Ewing sarcoma. والاذر ديفرنشال بيكون الاوستيوبلاستوما. ساعات بتكون لما تكون لارج ممكن تعمل لي الديفرنشال ده، لكن البيري اوستيال رياكشن بتاعه الكودمان تريانجل والسانبرست بتخليني اختار الاوستيوساركوما ما اختارش الاوستيوبلاستوما اللي هتديني مجرد لديكليجن ما هيكونش معاها سوفت تيشو اكستنشن. ايوينج ساركوما كانت هتبقى اونيون سكين وتحت الميكروسكوب هتبقى small blue round cells. Osteosarcoma yes عندي Codman triangle عندي sunburst appearance عندي malignant osteoid أو osteoid stroma عندي elongated hyperchromatic cells. Chondrosarcoma it's not the age. الage بيبقى في الخمسينات وبتبقى في axial skeleton أو في الهيب. Multiple وتحت الميكروسكوب طبعا هيبقى bluish myxoid stroma. Multiple myeloma المالتيبل مايلوما اكتر في الميدل ايج او الاولد ايج مينز وبتبقى بلازما سيل تيومر واتس نوت ا برايمري اتس ا هيماتوبويتيك تيومر. ميتاستاتيك سيمينوما ممكن تحصل في السن ده بس مش هتدي لي الميتاستاتيك جيرم سيل تيومرز تحصل في السن ده لكن السيمينوما بتحصل في اولدر ايج ومش هتدي لي البرزنتيشن بتاعه الكودمان تريانجل ولا هتديني اوستيويد ولا هتديني السان بيرست ابييرنس. كيس 30. A 23 year old man notes some minor discomfort over the lateral aspect of his right knee after a day working in a cramped cubicle because IT put the desktop workstation on the floor. عنده 23 سنة بيحس بتعب في الركبة اليمين بعد ما بيشتغل في وضع متني يعني. On physical examination, he has a palpable bump in his in this region, ناحية النين. الدكتور هو بيكشف لقى إن في mass محسوسة. A radiograph of the knee reveals a lateral bony projection exostosis from the lower femoral metaphysis. There is no adjacent soft tissue swelling. The lesion is excised, a holy pedicle, and is composed of a 3 cm stalk of bony cortex capped by cartilage. أنا عندي فيها cartilage وفيها osseous component, يعني osteochondroma. Which of the following is the most likely diagnosis? Osteochondroma, yes. It's the called exostosis, نتوء في العظم. في الاوستيو component, osseous component to cartilaginous component. It's a benign condition. Giant cell tumor of bone, هتبقى bubbly appearance في الابيفيسز. Aneurysmal bone cyst, أنا ما عنديش lytic lesion جوه البون. Osteoid osteoma, lytic lesion أقل من 2 سنتي by definition. Enchondroma, common site بتاعها في الهاندز وبتبقى lytic lesion مش exo. دي بره العظم exostosis. تحت الميكروسكوب عندي cartilaginous cap with osseous component undergoing osteochondral ossification. Case 31, an 11-year-old boy has complained of pain in the region of the right upper thigh for 2 weeks. This pain is worse at night
and is relieved by aspirin. خلاص كده بقت osteoid osteoma. لو مش relieved by aspirin والحجم بتاعها أكتر من 2 سنتي هتبقى osteoblastoma. On physical examination, there is no abnormal findings. لكن the radiograph of his right leg reveals a small lucent area in the proximal femoral cortex surrounded by sclerotic bone. تحت الميكروسكوب بيبقى عندي bone trabeculae with osteoblastic rimming. ده الميكروسكوبيك picture بتاع both osteoid osteoma and osteoblastoma. طب أشخصها osteoid osteoma ولا osteoblastoma according لإيه؟ زي ما قلنا according للراديولوجي، حجمها أقل ولا أكتر من 2 سنتي، المكان فين، preferred site للأوستيويد أوستيوما بيبقى التيبيا والفيبيلا، preferred site بتاع الأوستيوبلاستوما ممكن يجي في اللونج بونز بس بيبقى أكتر في الفرتبرا. أوكي، والكي بوينت اللي بتخليني أقول أوستيويد أوستيوما ولا أوستيوبلاستوما الحجم بتاعها أقل ولا أكتر من 2 سنتي، واللي بيساعد كمان إن أنا أعرف البين النوكتورنال بين اللي بيحصل بالليل ده بيبقى ريليف بالأسبرين والنون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري ولا لأ. الأوستيويد أوستيوما بيقولوا إنها بتفرز بروستاجلاندين، وبالتالي الأنتي بروستاجلاندينز بتستخدم تو ريليف بين. هل هي إنكوندروما؟ اتفقنا الإنكوندروما بتحصل في الـ hands، في الـ long bones of the hands اللي هي short long bones. multiple myeloma مش في سن 11 سنة، بتحصل في middle age وال old age أكتر في الميلز، وهي plasma cell tumor it's not the case عندي ولا ده الراديولوجي بتاعها. osteoid osteoma yes علشان هي pain relieved by aspirin وعشان هو small بدل أقل من 2 سنتي هيبقى osteoid osteoma. osteochondroma is exostosis مش lucent ولا lytic lesion، بيبقى exostosis بيبقى bony prominence. Ewing sarcoma لأ، ما عنديش لا ال onion skin ولا عندي ال constitutional symptoms ولا عندي ال soft tissue component ولا عندي ال microscopy round. Case 32 أسهل كيس عندنا في الكورس. A 35-year-old man presents with a painless neck mass. It's surgically excised and sent to the pathology lab. Breast examination shows an encapsulated defined soft paleo-ish mass. Microscopic examination show mature vacuolated adipocytes. أنا عندي هنا الفات cells اللي فيها signet ring بسبب pushing of the nucleus by the فات، والفات ده طبعا داب في البروسيسنج في الزيلين، وبالتالي هي بناين وكابسوليتد soft tissue mass اللي هي الليبوما. واتفقنا ان البناين soft tissue masses بيتقال انها encapsulated، لكن في الواقع لما نيجي نحسب الencapsulated benign lesions مش بنلاقيهم كتير. الليبوما is one of the benign encapsulated lesions اللي احنا عايزين نعرفهم، فهي benign encapsulated soft paleo greasy لأنها fat of benign fat، وبدل ما لقيتش lipoplast ف it is a benign condition وبالتالي it's a lipoma. طب هل هي abscess؟ ما عنديش أي inflammation. هل هي dermoid cyst؟ ما عنديش squamous أو skin lining. dermoid cyst يبقى فيها skin ويبقى فيها skin adnexa. fat necrosis ممكن اللايبوما يحصل فيها fat necrosis، بس ما حدش قال لي إن أنا عندي inflammatory cells ولا giant cells. lipoma yes، واللايبوما ممكن يحصل فيها fat necrosis، لكن مش هختار fat necrosis إلا لو اخترت lipoma، يعني لازم يكون الأول عندي lipoma، فهي single best answer lipoma. liposarcoma ما عنديش lipoplast ولا أدري. هي benign encapsulated، واتفقنا أنها one of the few lesions اللي بين of the benign tumors اللي ليها كبسول. دي كيس شبه التيومر شبه اللي فات، بس a 55-year-old man presents with a progressive vague abdominal pain. المس هنا deep seated retroperitoneal وhuge. اتفقنا بدل ما انا لقيت حتى لو انا فاكراها لايبوما ولقيتها huge، لازم اعمل proper sampling كل واحد سنتي عشان اتاكد ان انا عندي lipoplast ولا لا. huge retroperitoneal، كل ما بقى deep seated بخاف من soft tissue tumor، كل ما ببقى superficial ببقى more benign، كل ما ادخل deep ابقى more
towards the malignancy. It is surgically excised and sent to the pathology lab. Cross examination shows a defined ما فيش كبسول صحيح بس defined soft pale yellow برضو زي اللي فاتت لكن فيها areas of myxoid change and necrosis. دي لازم أعمل لها proper sampling عشان أشوف لا ألاقي lipoplast أو ألاقي atypical cells أو ألاقي myxoid change. Microscopic examination لقيت adipocytes زي اللي فاتت لكن scattered spindle cells with hyperchromatic nuclei ممكن ألاقي lipoplast. هنا أنا huge mass retroperitoneal لقيت cells with hyperchromatic nuclei فأنا liposarcoma I'm not a lipoma. عشان لازم اللايبوما عشان أشخصها ما يكونش عندي أي أتيبيا. لو لقيت أي أتيبيا فأنا بخاف إنها ما تكونش لايبوما وتبقى لايبوساركوما. أي هيوج ماس لازم أدور على اللايبوبلاست لازم أدور على الأتيبيكال سيلز to exclude لايبوساركوما. فات نيكروزيس حتى اللايبوساركوما ممكن يحصل فيها فات نيكروزيس but it's not the case. في الجروس هنا هتلاقوا النيكروزيس أهو وشوية ممكن ألاقي في areas تكون فيها firmness. It's a case of liposarcoma وأنا هنا عندي أهو lipoplast with vacuolated bubbly cytoplasm and indented nucleus. النيوكليس كأنها متاكلة. Our last case سهلة خالص. A 35-year-old man presents with a painless finger swelling. It is surgically excised and sent to the pathology lab. Gross examination shows a defined firm whitish mass. Microscopic examination shows hypocellular bland cells. أنا عندي spindle cells. معظم soft tissue tumors spindle cells. عند الفينجر بيسهل لي شوية. Firm whitish mass. اتفقنا firm دي ممكن تكون عندي fibroblast. It is not capsulated زي ما قلنا. هل هي abscess؟ لو أنا abscess هيبقى عندي inflammation. ما عنديش inflammation. Fibroma غالبا. عندي bland spindle cells و hypocellular وطلع ناحية التندون شيس. Fibroma of tendon sheath. Fibrosarcoma لا هتبقى cellular. وهيبقى فيها herringbone pattern. طيب مش هتكون hypocellular وهتبقى huge. لايبوما ما عنديش اصلا فات سيلز عشان اقول لايبوما وبعدين دي فيرم ووايتش وشكلها كولاجينايز اتس نوت لايبوما. لايبوساركوما ما عنديش لايبوبلاست ولا هايبركروماتيك نيوكليي ف this is a case of fibroma of tendon sheath which is a hypocellular swelling. Thank you. احنا كده خلصنا الكورس بتاعنا ومديكوا لينك اللي جبنا منه كان رفرنس لمعظم الكيسز اللي احنا اشتغلنا بيها ودي كده الريفيجن على كل الموديول بتاع اللوكوموتور. ابتدينا بالبون وبعدي الجوينتس وانتهينا بالبون والكارتلج وسوفت تيشو تيومرز. Thank you.